حمو بيكا يكشف حقيقة حصوله على الدكتوراه الفخرية، فسر سر ظهوره مع شخصيات عربية خلال الفترة الماضية. إليكم رد حمو بيكا على أنباء حصوله على الدكتوراه الفخرية من المملكة العربية السعودية. رد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن الأنباء المتداولة حول حصوله على الدكتوراه الفخرية، وأكد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه هذه الأنباء غير صحيحة. نشر بيكا الصور المتداولة لإله مع شخصيات عربية، وأكد إنه هذه الصور التقطت خلال وجوده في دبي ولقائه مع مسؤولين في شركة صرافة إماراتية، وحكى إنه نشر هذه الصور من فترة قصيرة ووجه لهم رسالة شكر للمسؤولين على حسن الاستقبال. حمو بيكا خرج في بث مباشر من خلال حسابه على إنستغرام، وحكى إنه قدم أوراقه كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية، لكن لجنة الغناء طلبوا منه تقديم أغاني لأم كلثوم وحليم. انتقد بيكا طلبات اللجنة منه مؤكداً إنه مطرب مهرجانات وبيقدم لون غنائي مختلف، وطالب الأجيال السابقة إنه يعطوا مطربي المهرجانات الفرصة لتقديم الأغاني وفنهم بالطريقة اللي بيحبها الجمهور. نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر أعلن مؤخراً قائمة أسماء الممنوعين من الغناء، وكان من القائمة عدة أسماء أبرزها حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة وعمرو حاحة وغيرهم. رجل الأعمال نجيب سويرس دعم حمو بيكا وكافة مطربي المهرجانات، وأكد إنهم نجحوا بشكل كبير في تكوين جمهور بحب أغانيهم وبيتفاعل معه. وبعد تصريحات وجه إليه حمو بيكا رسالة شكر على دعمه أغاني المهرجانات، واحترم في دعمه للفن بجميع فئاته المختلفة ومن ضمنها فن المهرجانات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.